احنا نربط الاتصال مباشرة مع دكتور محمد بقات بركاني رئيس عمدة الأطباء الجزائريين. صباحك سعيد دكتور. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا كنقطة أولى، لو تقدم لنا تعريف لفيروس جداري القردة، ربما ما هي أعراضه، ما هي أسبابه، وما هي وكيف يتم انتشار هذا الفيروس بين الإنسان؟ هو في الواقع هذا المرض ما يسمى بجذري للقرد، يعني انتشر من الحيوانات المفترسة، وهو معروف منذ سنين في إفريقيا الاستوائية بمعناها بلد الكونغو ومجاورة في الغابات، لأن الناس كما تعرفون السكان يعيشون عن قرب مع هذه الحيوانات، وفي بعض الأحيان هذا المرض هذا ينتقل من الحيوانات هذه إلى الإنسان. هذا كان معروف، ولكن هذه الحالة الأخيرة يعني المنظمة العالمية للصحة لفتت الانتباه نتاع الدول، لأن الميكروب هذا الأخير المتحور كان أصبح له خطورة يعني في التنقل وسرعة في التنقل أكثر، وتنقل إلى الإنسان أكثر في هذه البلدان هذه المجاورة. وهو الأعراض نتاعو هي في الواقع الإنسان عندما يكون الفيروس يدخله يكون له أعراض نفس انفلونزا مثلا الحمى وكذا، ويشتر عليه العضلات وهذيك، وخاصة منها ينتج منه بعض الحب على جسمه كامل حتى في الشعر. هو معروف بالجذري، هي معروفة يعني سابقا. نعم. ربما ما هل هذا الفيروس مميت سيد محمد بقات بركاني؟ ما مدى خطورته على حياة الإنسان؟ هي في الواقع الخطورة نتاعو ماهيش خطورة قصوى، ولكن هو الخطورة في الانتشار نتاعو. لماذا؟ لأن كما هو الشأن في الأمراض المتنقلة هذه، وخاصة الدرس اللي خذيناه في كوفيد 19، بأن مع العلاقات الدولية يعني مكثفة، علاقات الطيران، تخذي طيران اليوم في إفريقيا وتصبحي العشية في أوروبا ولا في الجزائر ولا في آسيا، بمعنى سرعة التنقل تاع هذا الفيروس. نعم. يكون له حقيقية. نعم. وبالمعروف بأن تظهر هذا المرض يظهر حوالي أسبوع أو أسبوعين بعد ما الإنسان يكون يدخل الفيروس يظهر المرض. نعم. وبالتالي لفتت الانتباه بأن يكون خطورة. الخطورة نتاعو يعني ماهيش خطورة قصوى، لكن كاين بعض حالات موت حوالي في العالم تعد ب 500. هي الإشكال بأن هو وباء فيروسي متنقل أصبح خطر للإنسانية. نعم. طيب سيد ودكتور محمد بقات بركاني، ربما نتحدث عن العلاج من هذا الفيروس، كيف يكون؟ هل في لقاحات ربما لفيروس جرادية القردة؟ هي في الواقع يوجد لقاح، ولكن في بعض الدول مثلا كأمريكا وأوروبا بعض اللقاحات، لأن أولا ما كانش لهذا الدول يعني الدول في العالم ما كانش تنتظر يعني وباء بهذا الحجم. ثانيا اللقاح هذا ما يخفاكش بأن باش نتحصل عليه خاصة في الدول هذه إفريقيا الاستوائية كالكونغو والدول الأخرى فقيرة يكون له تكاليف، وبالتالي اللقاح احنا بالنسبة لنا احنا إذا تكلمنا عن الجزائر ما نتكلمش عليه في الوقت الحالي، فهي الوقاية مطلوبة في هذا الشأن، وخاصة من الناس اللي يتنقلوا إلى إفريقيا، بأن المعروف بأن التنقل نتاعو هو تحكيك الاحتكاك
بالنسبة للإنسان يكون مريض، وخاصة في العلاقات الجنسية هي معروف بأن كان هناك خطر، لازم الاحتياطات تؤخذ بالنسبة لهذا الأمر باش نبدأ نتكلم على اللقاح. نعم سيد بركاني، ربما ما تقييمكم للمخاطر التي تهدد البلاد، تهدد الجزائر والجزائريين من انتشار هذا الفيروس هنا بالجزائر باعتباره حالة طارئة للصحة العمومية على نطاق دولي؟ والله الخطر بالنسبة للجزائر ما هوش مباشر صراحة، ولكن الوقاية مطلوبة. ما هو مثلا نجم في الواقع الناس اللي يروحوا بالنسبه للطيران اللي يروحوا يزوروا هذه البلدان هذه لاغراض مختلفه مثلا لي فواياج دافير وغير ذلك، لازم يكونوا على علم بان هذا المرض موجود، وبالتالي الخطوط الجويه الجزائريه لازم تعطيهم يعني دي ديبليون وتفسر لهم عندما يديروا السفر نتاعهم، تفسر لهم هذه الاعراض عندما يرجعوا اذا كان له حمى اذا كان له كذا وكذا، يعني يتصلوا بالسلطات الصحيه ويذهبوا الى المستشفيات وغير ذلك. هي في الواقع ما عندناش علاقه كبيره مع الدول. نعم شكرا لك دكتور محمد بقات بركاني رئيس حمدة العتباء الجزائريين، نشكرك على كل هذه التوضيحات وعلى هذه المداخلة، كنت معنا على المباشر في برنامج استوديو الصباح. شكرا. السلامة.